خواص التناسب؟ هاي عملية المساواة ما بين نسبتين. ما هي خواص التناسب؟ سوف نبحث في خواص التناسب. لدينا أولا خاصة التساوي. خاصة التساوي شلون يعني خاصة التساوي؟ يعني أنا إذا كان عندي الـ A على B يساوي C على D وضربت الطرفين بعدد حقيقي K غير معدوم، عندئذ التناسب بضل محقق، المساواة ما بتتخلخل، تبقى مثل ما هي، المساواة تبقى صحيحة. خاصة التساوي، انظروا جميعا، إذا كان لدي التناسب، إذا كان لدي A على B يساوي C على D، عندئذ هذا الطرف الأول، أنا عندما أقول طرفين يعني هون عندي طرف أيسر وطرف أيمن، لا أقصى طرفي التناسب، بدي أضرب هون بكي وهون بكي، مساواة معادلة، بدي أضرب كي وأضرب كي، التناسب يبقى صحيح. هذا المقصود بخاصة التساوي، يعني A على B ضرب كي يساوي C على D ضرب كي، لا يتغير التناسب أو لا تتغير المساواة إذا ضربنا الطرفي التناسب بعدد حقيقي كي غير معدوم، المساواة تبقى صحيحة ونحصل على تناسب جديد. يعني أنا عندي تناسب A على B يساوي C على D، ضربت الطرف الأيسر بالعدد كي والطرف الأيمن بالعدد كي، يبقى التناسب محقق، المساواة تبقى صحيحة. هذا التناسب الذي نحصل عليه هو تناسب جديد، هذا التناسب الذي نحصل عليه هو تناسب جديد. اثنين، خاصة الضرب التقاطعي، هاي من صف التاسع كلياتنا بنعرفها. في التناسب A على B يساوي C على D، إذا كان لدي التناسب A على B يساوي C على D، عندئذ يتحقق A ضرب D يساوي B ضرب C. انظروا جميعا، إذا كان لدي التناسب، إذا كان لدي التناسب A على B يساوي C على D، عندئذ يتحقق A ضرب D يساوي B ضرب C. مقصود بهذا الكلام جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، الـ A والـ D طرفين، الـ B والـ C وسطين. التناسب A على B يساوي C على D، عندئذ يتحقق A ضرب D، انظروا إلى المؤشر، A ضرب D يساوي B ضرب C، جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. لدي خاصتين، أولا خاصة التساوي، المقصود بخاصة التساوي أنا عندما أضرب الطرفين طرفي المساواة، عندما أضرب طرفي المساواة بعدد حقيقي غير معدوم المساواة تبقى صحيحة، وإنما نحصل على تناسب جديد، يعني يبقى التناسب، مفهوم التناسب يبقى محققا، ولكن التناسب اللي حصلت عليه هو تناسب جديد. اثنين، خاصة الضرب التقاطعي، أي إذا كان لدي التناسب A على B يساوي C على D، عندئذ جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، يعني جداء يعني ضرب، يعني A ضرب D يساوي B ضرب C، هذه خاصة الضرب التقاطعي. ماذا سوف أفعل بهذه الخواص، خاصة التساوي وخاصة الضرب التقاطعي؟ في الواقع طلابنا أستخدم خاصة الضرب التقاطعي لإيجاد الحد الناقص من حدود التناسب. يعني إذا قلت لك 2 على 3 تساوي X على 5 وأريد X، هون بدك تطبق ضرب تقاطعي. إذن أستخدم خاصة الضرب التقاطعي لإيجاد الحد الناقص من حدود التناسب ولإثبات صحة المساواة. يعني قيمة هالكسرين بيتساووا، لازم يتحقق أنه جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. نعم، إذن أستخدم خاصة، انظروا إلى الملاحظة، أستخدم خاصة الضرب التقاطعي لإيجاد الحد الناقص في تناسب ولإثبات صحة التناسب. استخدامين، أستخدم خاصة الضرب التقاطعي لإيجاد الحد الناقص في تناسب ولإثبات صحة التناسب. نعم، أنا أستطيع أن أثبت صحة التناسب، أنا أستطيع أن أثبت
صحة التناسب من خلال شو؟ من خلال الضرب التقاطعي. بقدر احسب الحد الناقص من خلال الضرب التقاطعي، وكمان فيني احسب الحد الناقص من حدود التناسب من خلال خاصة المساواة. انظروا جميعا لكي نفهم هذه الملاحظة من خلال أمثلة وتمارين. مثلا أنا لدي التناسب 5 على 6 يساوي A على 9. لدي التناسب، هذا تناسب 5 على 6 يساوي A على 9، والمطلوب حساب قيمة A. كيف سوف نحسب A في هذه الحالة؟ سوف نحسبها بطريقتين. الطريقة الأولى طلاب، سوف أستخدم خاصة الضرب التقاطعي، يعني جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. مو هذا تناسب؟ يعني احسب قيمة A من المساواة، أنت أمام تناسب، بتطبق الضرب التقاطعي مباشرة حسب خاصة الضرب التقاطعي. الضرب التقاطعي بيقول لي جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. لاحظ 5 ضرب 9 يساوي 6 ضرب A. ما في مشكلة إذا حطيت أنا جداء الوسطين يساوي جداء الطرفين. إذن 6 ضرب A تساوي 5 ضرب 9، جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. 6 ضرب A هي 6 A، 5 ضرب 9 يساوي 45، 6 A تساوي 45. كيف سوف أحسب A؟ A هي الحر على المقيد، 45 على 6. A هي 45 على 6. إذن حسبنا A من خلال خاصة الضرب التقاطعي. كيف؟ أنه جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. أنا عندما أطبق خاصة الضرب التقاطعي أستطيع أن أحسب أي حد من حدود التناسب. إذن 6 ضرب A 6 A، طرفي الوسطين هدول، 5 ضرب 9 45، ومنه A تساوي الحر على المقيد 45 على 6، والتي تساوي قسمها على الدفتر بيطلع معكم 7.5. رح نحل هذا التمرين نفسه بطريقة أخرى. كيف الطريقة الأخرى؟ بدي طبق خاصة التساوي. مو هذا تناسب؟ خلوني أضرب هاتين النسبتين بعدد ما، العدد أنت بتختاره. أنا بدي أحسب A، مش قد لازم نضرب مشان نحسب A. شو رأيكم أضرب طرفي المساواة بالعدد 9؟ الغاية من هالشي هذا، هاي 9 الموجودة في مقام الA تروح. نعم، انظروا جميعا، طريقة أخرى لإيجاد الA باستخدام خاصة التساوي. نستطيع إيجاد قيمة A. لدي 5 على 6 يساوي A على 9، لنضرب الطرفين بالعدد 9. لاحظ 5 على 6 ضرب 9، هذا الطرف الأيسر. A على 9 ضرب 9، هاي هي الغاية. هاي 9 بالبسط و 9 بالمقام راحوا. 5 ضرب 9 45، 5 ضرب 9 45 والمقام 6. هاي 9 شو مضرب كسرين؟ البسط بالبسط والمقام بالمقام. 9 مقامها واحد، اللي ما له مقام مقامه واحد. هاي 9 بالبسط راحت مع 7 المقام، صفى عندي A يساوي 45 على 6، والتي تساوي 7.5. أستطيع أن أحسب الحد الناقص من حدود التناسب إما باستخدام خاصة الضرب التقاطعي أو باستخدام خاصة التساوي. واضح طلاب؟ ذكرتك جاعدة هي. خليك معي، أنا عندي 5 على 6 يساوي A على 9، تمام؟ أنا بدي أحسب A وبدي أطبق خاصة التساوي. خاصة التساوي السنة الجديدة عليكم. انظروا جميعا، أنا بدي قيمة A، بدي أستفيد من هالخاصة اللي أخذتها، هالخاصة النظرية. خلوني أضرب طرفي المساواة بالعدد 9. الغاي أني أنا اخترت العدد 9، أنا عندي بضرب كسر بعدد، هذا العدد عم ينضرب بالبسط إلا بالمقام بالبسط، صح؟ لاحظ 5 على 6 ضرب 9 يساوي A على 9 ضرب 9. ما هو أنا التناسب؟ بقدر أضرب طرفي المساواة بنفس العدد. 5 على 6 ضرب 9 يساوي A على 9 ضرب 9. أنا اخترت العدد 9 قصدا مشان 9 بالبسط تروح مع 9 بالمقام. إذن 5 على 6 ضرب 9 يساوي A على 9 ضرب 9. هاي 9 راحت مع 9 اللي هون، لأنه هاي 9 مقامها واحد، 9 بالبسط و9 بالمقام راحوا، أنا أمام ضرب. 5 على 6 ضرب 9 يعني 5 على 6 ضرب 9 على 1، يعني 5 ضرب 9 45 و6 ضرب 1 6. راحت هاي 9 مع هاي 9، ضل عندي A. هاي الA بدل ما أحطها بالطرف الأيمن حطيتها بالطرف الأيسر، وهذا الطرف حطيته هون، ما في مشكلة. 5 ضرب 9 45
وستة ضرب واحد ستة، الاي هي 45 على ستة والتي تساوي سبعة ونصف. هل وصلت الفكرة؟ استاذ يعطيك العافية. نعم فهمت. وطبق خاصة الضرب، خاصة التساوي. كيف بدي اضرب في العدد؟ في العدد اللي بيقدر يروح لي هاي، هو العدد تسعة، بضرب الطرفين المساوي بتسعة مشان هاي تسعة اخلص منها. وعم بدي اضرب هون انا عمليا بضرب البسط، عم بتضربه كسر بعدد، هون بتضربه البسط. طلابنا نختم جلستنا بهذا المثال. هل النسبتين التاليتين تشكلان تناسب؟ في عندي نسبتين، سبعة على خمسة وثلاثة ونص على اثنين ونص. هل هاتين النسبتين تشكلان تناسب؟ سبعة على خمسة وثلاثة ونص على اثنين ونص. شلون بدي اتأكد هدول بشكله تناسب ولا ما بشكله تناسب؟ بنزلهن على المعيار. من هو المعيار؟ المعيار هو معيار الضرب التقاطعي اللي بيقول جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. صح الحكي لا مو صح؟ خلونا نشوف. حتى شكله تناسب لازم يكون جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، يعني لازم السبعة على خمسة تساوي الطرفين سبعة واثنين ونص. لازم إذا ضربت السبعة باثنين ونص نفسه إذا ضربت الخمسة بثلاثة ونص. إذا منقول الحل حسب خاصة الضرب التقاطعي، بحسب جداء الطرفين وبحسب جداء الوسطين. جداء الطرفين، الطرفين هني سبعة واثنين ونص، بضربهن على جنب. سبعة ضرب اثنين ونص، سبعة بخمسة، خمسة باليد ثلاثة، وسبعة باثنين أربعتاش، وثلاثة سبعتاش، وحركت الفاصل منزلي سبعتاش ونص. جداء الوسطين اللي هني خمسة وثلاثة ونص، ضربهن ببعض، خمسة ضرب ثلاثة ونص، خمسة ضرب خمسة، خمسة باليد اثنين خمسة وعشرين، وخمسة ضرب ثلاثة خمستاش، واثنين سبعتاش ونص. حركت الفاصل، جداء الطرفين سبعتاش ونص وجداء الوسطين سبعتاش ونص. إذا جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. هون 17 ونص، هون 17 ونص. جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، وبالتالي هاتين النسبتين متساويتين. السبعة على خمسة تساوي 3 ونص على 2 ونص. جداء الطرفين 17 ونص، ضرب الطرفين ببعض بينات الطرفين طلع معي 17 ونص. جداء الوسطين، ضرب الوسطين ببعض كمان طلع معي 17 ونص. صار عندي جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، وبالتالي هاتين النسبتين متساويتين وتشكلان تناسب. بهذا طلابنا ننهي جلستنا لهذا اليوم.